بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم ضيف سامراء من قناتكم سامراء. ضيفنا اليوم هو رجل شهدت له ساحات العزة والكرامة، ساحات الاعتصام، وهو حاصل على البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام الأعظم، وعلى الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، وعلى الدكتوراه أيضا في الاقتصاد الإسلامي من جامعة بغداد، وأيضا حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لاهاي. رحبوا معي أحبتي الكرام بضيفي الدكتور عبد الرزاق الشمري، أحد قادة الاعتصامات ومسؤول الحراك ومسؤول العلاقات العامة في الحراك، وكذلك عضو الأمانة العامة لإقليم الأنبار. دكتور عبد الرزاق مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، وسعداء قناة سامراء باستضافتك. أنا أسعد. بداية، الكل كان يرى النجم الساطع الدكتور عبد الرزاق في ساحات الاعتصام، من الأنبار إلى صلاح الدين إلى كركوك إلى الموصل إلى أربيل. من هو الدكتور عبد الرزاق الشمري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الرزاق الشمري ولد في مدينة هيت عام 1953، وتربى بفضل الله تعالى في بيت علم، حيث كان والدي رحمه الله حافظا للقرآن الكريم، وهو لا يجيد القراءة والكتابة وإنما عن طريق التلقي. نعم، عن طريق الملالي ذاك الزمن، التلقي السماع. نعم، وهذا ما يشهد له أن معظم معلمي ومدرسي هيت كان والدي رحمه الله هو المعلم لهم للقرآن الكريم، ولحد الآن لا زال بعض منهم أحياء. دخل المدرسة الابتدائية في عام 59، دخلت المدرسة الابتدائية عام 59، مدرسة الكفاءة الابتدائية في هيت، وتخرجت منها عام 66، ثم التحقت بمدرسة الدينية في هيت عام 66-67، وأكملت فيها. كنت حقيقة كان في وقت ذلك الوقت نظام الاثنى عشر، بمعنى أنه ترجع إلى الأول ابتدائي ثم المتوسطة ثم الثانوية. الحقيقة أنا يمكن في المرحلة الثانية أو الثالثة تم تغيير نظام المدارس الدينية في الأوقاف في سنة 70 أظن، تحول النظام من 12 سنة إلى 8 سنوات، فأكملت المتوسطة في مدينة هيت. ومن بعد ذلك انتقل أخي الذي كان هو شيخي، أخي الأكبر المرحوم الشيخ إبراهيم الجدي، انتقل بعد أن تمرض شيخه الشيخ عبد العزيز السلام الرائي مدير المدرسة الدينية الفلوجة وإمام الجامع الكبير، التحق إلى سامراء، ثم اختار قال أن يكون بديله في المدرسة الدينية في الفلوجة هو المرحوم رحيم جدي. فرحلت مع أخي إلى مدرسة الفلوجة وأكملت فيها الثانوية العامة. الحقيقة قصة ارتحالنا إلى الفلوجة وما تعرض له المرحوم شقيقي في أثناء الفلوجة، والكل يعلم في قضية ثورة الفلوجة الأولى في عام 73، وعندما حصلت مشاجرات بينه وبين مسؤولين في ذلك الوقت، تحولت إلى مواجهة شبه مسلحة بين بعض الشيوخ الطرق الدراويش وبين الحزب في ذلك الوقت، أدى إلى جرح بعض المسؤولين. اتهم بأخي بأنه هو المحرض لهؤلاء، ثم حكم في محكمة الثورة، حكم عليه بالإعدام إلى 15 عام، إلى قضى منها عاما كاملا، ثم عزل من التعليم في مدرسة الفلوجة، وبقي يمارس عمله التجاري الحر، وفي نفس الوقت يدرس في نفس المدرسة، ولكن ليس بشكل رسمي، وإنما هو بنظام الحلقات الذي يسمى الآن بهذا المصطلح الجديد نظام الحوزات. نعم. فبقي مستمرا في عمله التجاري الحر،
وأيضا في توجه العلمي وتدريس طلبة العلوم الشرعية وفقا لنظام الحلقات حتى توفاه الله عام 84. إذن هو الشيخ إبراهيم هو يعتبر شيخك؟ نعم بالتأكيد. طيب بعدها انتقلت إلى بغداد للدراسة؟ أكملت الثانوية. نعم. حق بعد سجن وأخي أكملت الثانوية العامة حقيقة أكثر من شيخ. درسني الشيخ خليل فياض، الشيخ جمال شاكر النزال. حقيقة تخرجت كان مدير المدرسة أستاذ علي هاشم العيساوي، هو كان أيضا من أحط تلامذة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. ثم انتقلت بعد ذلك إلى بغداد، كنت أنا في جامع الكبير كنت مؤذن، انتقلت إلى بغداد إمام إمام وليس خطيب، إمام جامع القبلانية في بغداد، هذا في عام 74. طيب بعدها أكملت الماجستير، أي سنة أكملت الماجستير؟ حقيقة أنا أكملت كلية الإمام الأعظم قسم الشريعة عام 78-79. نعم. في ذلك الوقت حقيقة كان مدير المدارس الدينية على ما أذكر محمد محروس المدرس طلب مني أن أكون إمام وخطيب جامع الكويت. هذه أي سنة؟ 79. هو لا أعتقد دكتور محمد محروس المدرس كان بال 79 كان فترة وزير أوقاف أو قبل لا يصير. لا هو كان مدير المساجد أو المدارس الدينية. نعم. لا ما استلم منصب وزير. نعم. عرض علي أن أكون إمام وخطيب الجامع الكبير في الكويت، لكنه سبحان الله لم توفق في ذلك. حقيقة أن هو مشكلة، أنا أقول من يتحمل تشييع الجنوب العراق هم علماء السنة. ليش؟ وربما أكون أنا من بينهم، لأنهم كلهم حرصوا أن يكون عمل في مدنهم أو في محافظاتهم، وترك الجنوب مفتوحا لعلماء الشيعة الوافدين من إيران. وأنا هنا لا أقصد التشيع العربي، لأن أنا بوجهة نظري أنت تقصد التشيع الصفوي تحديدا. الصفوي. نعم، لأن نعم. أنا دائما أقول هناك تشيع علوي وهناك تشيع صفوي. التشيع العلوي هو الخلاف بيننا وبينهم في الجزئيات وليس في الأساسيات أو ليس في العقائد. الآن أنت اعتراضك على بعض علماء السنة بأنهم تركوا الجنوب للتشيع الصفوي، حقيقة حتى نكون واقعيين أنا أقول أن علماء السنة أتاحوا الفرصة للتشيع سواء كان علويا أو صفويا، لأن الجنوب أنا حسب معلوماتي أنه كان في عام 54 أو 53 إمام وخطيب الجامع الكبير في البصرة الشيخ علي طنطاوي رحمه الله شيخ جامع الأزهر، في ذلك الوقت كتب رسالة إلى رابطة علماء بغداد رابطة علماء العراق، قال لهم إن البصرة في خطر في 53 ما 53 أو 54، فشكلوا وفد من ضمنهم حسب معلوماتي الشيخ فؤاد القيسي رحمه الله، عبد القادر الخطيب، نجم الدين الواعظ، أظن الشيخ أمجد الزهاوي معهم، يعني هذه كبار علماء العراق. نعم. فذهبوا قالوا ما هي المشكلة؟ قال البصرة بلغت نسبة الشيعة فيها 10%. 53 معنى أن الجنوب، هاي البصرة تعتبر هي عاصمة الجنوب، في 53 نسبة الشيعة فيها 10 ويعتبر خطر. معنى الذي أتاح للفكر الشيعي أو المذهب الشيعي أن ينتشر في الجنوب هو خلو هذه المدن من العلماء، فأتيحت أمامه الفرصة، والناس طبعا الناس على دين من؟ على دين ملوكهم، العلماء لم يجدوا عالما يوجههم، فوجدوا هؤلاء العلماء الذين ظنوا فيهم خيرا فوجههم إلى هذه. لكن كان في البصرة تحديدا كان في الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كان في الشيخ ناصر الأحمد، كان في الشيخ رابح الرابح، كان في كثير من المشايخ. بالتأكيد أخي ذاك الوقت، وحتى يعني في الحلة كان أولاد السيد إبراهيم الشيخ عبد الجليل والسيد إبراهيم أخوه السيد إبراهيم موجودين، الشيخ السيد إسماعيل موجودين، لكنه أنا أتكلم على بقية. أنا رحلت إلى أنا نقلت من أحد المساجد في هيت في عهد وزير الأوقاف عبد الله فاضل رحمه الله، نقلت إلى جامع الحي في مدينة الحي بالحي في الكوت. في الكوت. نعم. لما ذهبت إلى في الجمعة لا يصل عدد المصلين الجمعة أكثر من 20 مصلي. طيب إحنا دكتور هذا جامع الحي سبيل اسمح لي.
بفضل الله تعالى خلال شهرين أو ثلاث أصبح عدد المصلين أكثر من ثلاث صفوف. نقلون بعد ذلك إلى الكوت، الكوت كلها سدي، أنه عندك العزيزية والنعمانية والنعمانية. لا 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 أبدي 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 أبدأ من الصويرة، الصويرة سنة 90% لحد الآن، فيها زبيد والزبيد 90% سنة، وبقي بهم أقلية شيعية. الحفرية، العزيزية، الزبيدية، النعمانية، كانت كلها مدن سنية. لما ذهبت أنا في عام 82 نسبة الشيعة، العزيزية لا تزال متوازنة. احنا دكتور نعم. فأنا قصدي أنه هذا الموضوع يراد لحلقة الحالة. نعم. أنا شنو قصدي؟ نعم. أن المشايخ رحمه الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون هم قصروا بحق أهل الجنوب، وهم يتحملون مسؤوليتهم أمام الله. أنا أقول هذا. طيب دكتور، أكملت الماجستير في كل أكملت البكالوريوس للإمام الأعظم عام 79 78 79، ثم بعد ذلك انصرفت إلى العمل التجاري إلى عام 87 أتيحت لي الفرصة فقبلت لمرحلة الماجستير في كلية الشريعة، كان تسمى في ذلك الوقت. فحقيقة اختار، كانت عندنا سنة تحضيرية، فأثناء سنة التحضيرية خير الطالب، فاخترت أن أكتب في موضوع الاقتصاد الإسلامي، كانت أنا لي رغبة منذ صغر أن أكتب في هذا المجال. ومن ثم الدكتوراه أيضا في الاقتصاد الإسلامي. نعم، فكانت عنوان رسالتي في الماجستير هي مساهمات الإمام الغزالي في الفكر الاقتصادي الإسلامي. جميل. والدكتوراه مباشرة بفضل الله تعالى بعد أكملت الماجستير 89 سنة 90 في نفس السنة قمت الدكتوراه. نعم. فأيضا كتبت في الاقتصاد الإسلامي، فكان الموضوع رسالتي هي المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق. وفي 2000 أي سنة أخذت من جامعة لاهاي في العلوم؟ 2000 حق سجلت على الدكتوراه في سنة 2009 في جامعة لاهاي الدولية، ثم أكملت الدكتوراه في سنة 2011. موضوع الرسالة كان الجوانب المدنية في السياسة النبوية. جميل جميل. طيب احنا الآن بما أنك وصلنا لموضوع السياسة سننتقل إلى موضوع السياسة، وأنت دخلت، ما أقول أنك دخلت منظار السياسة، لكن الحراك، موضوع الحراك الشعبي، كيف نشأت هذه الفكرة ولماذا؟ قبل أن أجيبك على السؤال، أنا لي موضوع لماذا اخترت هذا الموضوع، كان في ودي حقيقة أنا هذا الموضوع وهو الجوانب البدنية، لأنني وجدت أن المجتمع الإسلامي والمجتمع العراقي بالذات كان بحاجة إماسة إلى هذا الموضوع، لأن هناك من يحمل يعتبر أن ممارسة السياسة وهو يعتبر خطيئة، وأنهم هؤلاء السياسيين الذين شاركوا في الحكومة هم لأنه خالفوا الكتاب والسنة. فأخترت هذا الموضوع وبين أن السياسة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن تعتمد على الجانب العسكري أو الجهادي كما يسمى في المصطلح الشرعي، وإنما كانت متوازنة بين الجانب السياسي والجانب القتالي أو الجانب الجهادي. وذلك اخترت ثلاث نماذج، اخترت صحيفة المدينة، واستطعت أن أتوصل من خلال هذه من صحيفة المدينة أن الدولة النبوية أو دولة المدينة كانت دولة مدنية أكثر مما هي دولة دينية، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الصحيفة استطاع أن يضمن حقوق ثلاث مكونات في المجتمع المدني: اليهود، الأوس والخسرج، وبعض المشركين. وهذا دليل واضح على أن هذه الصحيفة التي تضمنت 49 مادة دستورية استطاعت أن توفق أو تعطي حق هؤلاء المكونات بالرغم أنه تختلف عنهم في الديانة، فهي دولة مدنية أكثر مما هي دينية. ثم تلوت صحيفة المدينة صلح الحديبية، وأخيرا تحدثت عن حجة الوداع، وضمنا وقفت على مسألة مهمة. بعد أن تكلمت عن حجة الوداع تكلمت عن غدير خم، واستطعت من خلاله أن أتوصل إلى أن الخلافة في الإسلام أو نظام الحكم في الإسلام هو نظام شوري وليس هو بوصية إلهية أو بوحي إلهي، لأن من يقول بأن غدير خم
أن سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه هو أحق بالخلافة بناء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى له أو العهد أو أعطى له الخلافة في غدير خم. معنى ذلك أن الخلافة نظام الحكم في الإسلام هو بوحي إلهي. لكن من يرى أن نظام الحكم في الإسلام سيدنا أبو بكر هو كان هو الخليفة الأول بناء على بيعة السقيفة، هذا يقول بأن نظام الحكم في الإسلام هو نظام شوري وليس وحي إلهي، يعني اجتهاد بشري. حقيقة من خلال الروايات التي تتبعتها من خلال ما قاله علماء الحديث السنة والشيعة توصلت إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حديثه المشهور من كنت مولاه ورفع يده ورفع سيدنا فهذا علي مولاه، لم يكن يقصد بذلك هو توليه أو تنصيبه الخلافة، وإنما كان في ذلك ردا على أولئك الذين جاءوا ليشكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، عندما ذهب إليهم سيدنا علي ووجد أن قادة الجيش هم يريدون أن يأخذوا كرائم الغنائم أو المال العزيز في الغنيمة، فمنعهم من ذلك، فجاءوا يشهروا بسيدنا علي ويطعنوا بسيدنا علي في حجة الوداع، فرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرد عليهم قولهم ماذا؟ فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهو لم يقصد بذلك تنصيبه بالخلافة، وإنما أراد أن يرد على هؤلاء الذين أرادوا الطعن بحق سيدنا علي. طيب موضوع الحراك الآن. نعم. نعود إلى سؤالك. نعم. الحراك الشعبي في العراق. أخي الكريم، الحراك الشعبي هو مصطلح نشأ بعد نشوء الساحات. ساحات الاعتصام هي عبارة عن ثورة أو نسميها انتفاضة، انتفاضة جماهيرية شعبية عفوية لم يكن مخططا لها. ربما البعض يقول أن سبب قضية الدكتور رافع كانت هي السبب، أنا أقول نعم كانت هي الشرارة، ولكن كان هناك احتقان في الشارع نتيجة السياسة التي كانت تنتهجها الحكومة، ولا زال لحد الآن ينتهج نفس السياسة باستثناء بعض الخطوات التي أقدم عليها رئيس الوزراء الجديد. هذه السياسة، يعني الآن أنت تعتقد أن الحكومة الحالية لا زالت تنتهج، أو أن حكومة العبادي لا زالت تنتهج نهج حكومة المالكي؟ أخي الكريم، بالنسبة لهذا خليني بعدين أجاوبك عليه، لكن أنا أقول نتيجة السياسة التي تعرض لعملية الاضطهاد، التهميش، الإقصاء، التهجير، الاعتقالات التي وصلت حقيقة، شنو سبب نجاح هذه الساحات؟ سببها هي صوت تلك المرأة التي انطلقت من بين دياجين السجون وهي تستغيث وتقول ها نحن الحرائر قد نحمل الأجنة في بطوننا من غير أزواجنا. وتعرف أن القبائل العربية، الشهامة العربية عندما تنتخي بهم المرأة خلاص، هذا خلاص وصلت قمة. فحقيقة هذا الصوت، صوت هذه المرأة جاء متزامنا مع قضية الدكتور رافع، إضافة إلى مئات الآلاف من المعتقلين الذين لم يثبت عليهم شيء ولم تدور قضاياهم ولم يحالوا إلى المحاكم، مضت عليهم عدة سنوات، عدة عوامل أدت إلى نجاح هذه الساعة وخروج الناس خروجا عفويا غير مخطط له. صدقني لو كانت هذه الساحات مخططا لها من قبل حزب سياسي أو قبيلة من القبائل أو جهة دينية لما نجحت. طيب يعني قلت الآن 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 وأنا قلت نعم. في بداية الاعتصامات قلت لهم هذه الساعات أنا أراها من وجهة نظري هي أشبه ما يكون بالمجتمع المدينة، لأنها جمعت بين المتناقضات. برأيك قبل لا نطلع فاصل، هل إن فكرة ساحات الاعتصام كانت ناجحة؟ بالتأكيد. حققت أهدافها؟ بالتأكيد. طيب راح نأخذ فاصل ونرجع نسألك عن الأهداف اللي حققتها. أحبتي الكرام، مستمرين معكم مع الدكتور عبد الرزاق الشمري بعد الفاصل.
أحبتي الكرام بعد الفاصل مرحبا بكم مرة أخرى، مستمرين معكم في ضيف سامراء. دكتور قبل الفاصل، شنو الأهداف اللي حققها الحراك أو ساحات الاعتصام أو سميها ما شئت؟ حقيقة قلت لك أن هذه الساحات هي أشبه ما تكون بمجتمع المدينة، لأنها جمعت بين المتناقضات، جمعت بين الإسلام والعلماني، جمعت بين الصوفي والسلفي، جمعت بين العالم والجاهل، الصغير الكبير، المرأة والرجل. الأهداف اللي حققتها شنو؟ حقيقة حققت عدة أهداف، أهم هدف هو أنها جمعت أهل السنة على مشروع واحد. شنو المشروع؟ وهي 14 مطلب أصبحت بمثابة دستور لجميع الساحات. هذا ألم. الهدف الثاني أنها هي استطاعت أن توصل قضية أهل السنة، صوت أهل السنة إلى العالم. كل المشاريع التي سبقتها من أهل السنة منذ عام 2003 وحتى نهاية 2012 لم يستعجز السياسيون عن إيصال صوت أهل السنة وقضيتهم إلى العالم. طيب المطالب، ولذلك اسمح لي، نعم، ولذلك أنا أقول السياسيين السنة لو كانت عندهم، وأرجو أن لا يغضب، أو ربما يغضب، هذه كلمة ربما تغضب السياسيين، أقول لهم لو كانت عندهم غيرة بقدر 10% من غيرة هذه النائبة اليزيدية، ما أذكر اسم هذه، فيان دخيل التي استطاعت أن توصل قضية مكونها خلال يومين، حركت الشارع العالمي كليا، العالم كله، نعم، أصبحت قضية اليزيديين قضية العالم، في حين أن أهل السنة من عام 2003 والسياسيين الذين يقول نحن نمثل أهل السنة أكثر من 70 واحد لم يستطيعوا أن يتكلموا بقضيتهم داخل قبة البرلمان، مو العالم، في حين أن اللجنة البرلمانية صرحت بأن ما قالته فيان دخيل كان معظمه غير صحيح، غير دقيق. نعم، أنا قصدي أنها لديها غيرة ولديها فعلا على قضيتها. طيب الهدف الثالث وهو الأهم، نعم، أقولها بكل صراحة، أن من نتائج هذه الاعتصامات أو من أهداف هذه الاعتصامات أنها استطاعت بفضل الله تعالى أن تسقط حكومة المالك. يعني الآن أنت أن ساحات الاعتصام برأيك هي من أسقطت حكومة المالكي؟ تأكيد حقيقة، لأنها استطاعت أن تثبت، تعري المالكي وتثبت للعالم طائفية المالكي، وتثبت للعالم عملية الإقصاء والتهميش التي كان يستخدمها المالك في السياسة، بدليل بعد دخول داعش إلى الموصل في يوم 6/9/6 أظن في نفس الأسبوع كنت أنا ضيف على قناة العربية، وأثناء الجلسة وأثناء البرنامج قطعوا البرنامج وإذا أوباما يلقي خطاب على أحداث الموصل، ولأول مرة يقول رئيس أمريكي يعترف ويقول أن المكون السني في العراق مكون خرج من أجل حقوقه. تتوقع أن الآن المطالب الـ 14 حققت شيء منها؟ تحقق شيء من هذه المطالب؟ الحقيقة إذا ندخل إلى بشكل تفصيل، لا إحنا لا نريد تفصيل لأن وقت الحلقة، لا شيء لا منها؟ لحد الآن لم يتحقق ولا مطلب من هذه المطالب، ولا مطلب أبدا. ولذلك نحن قلنا طيب إذا المطالب الـ 14 مطلب من مطالب الحراك لم يتحقق أي شيء منها، لماذا أنت تعتبر أن فكرة الحراك هي فكرة ناجحة؟ أخي الحراك لديه أهداف، المطالب هي أحد أهدافه، ولكنه حقق أهداف أخرى باستثناء المطالب، والسبب في عدم تنفيذ المطالب هم السياسيون الذين شاركوا ودخلوا العملية السياسية في بعد رحيل المالكي دون أن يتمسكوا بحقوق مكونهم. والله لو أجلوا عملية المشاركة لمدة يوم 24 ساعة لاستطاعوا أن يحققوا، حتى لا نقول 100%، ليحققوا 70 أو 80% من هذه المطالب، ولكنهم قدموا مصالحهم على مطالب مكونة. طيب الآن موضوع، أنت كما قلنا في المقدمة أنت عضو الأمانة العامة لإقليم الأنبار، ما هو الهدف من هذا الإقليم، الهدف الأساسي؟ أخي الكريم، أنا كنت شخصياً في بداية الاحتلال كنت الناطق الرسمي للحركة الوطنية العراقية للدكتور أحمد الخبيسي، وكنت أنا ممن يدعو إلى العراق الموحد،
لأنني من وجهة نظري ومن وجهة نظر الآخرين أنا أعتبر أن العراق عراق سني، ولا يمكن أن نتنازل بأي شبر من العراق لغيرنا. ما الذي غير هذه الفكرة في داخل الدكتور؟ الذي غيرها هو أننا رأينا أن المشروع الإيراني بعد أن استلم المالكي الدورتين السابقتين استطاع أن يمهد لهذا المشروع، وهذا المشروع يبدو أنه كانت في بدايته كان طموحه أن يحصل على بعض المحافظات في الجنوب، بدليل أنه عندما كتب الدستور المرحوم عبد العزيز الحكيم أصر على تثبيت مواد الدستور ما يتعلق بالأقاليم في الدستور. نعم هذا شيء معروف. نعم، لأنهم لم يكونوا يتوقعون أنهم يستطيعون السيطرة على أو حكم العراق بشكل كامل، كان هدفهم هو الحصول على إقليم. هدفكم أنتم الآن من الإقليم ما هو الهدف الأساسي؟ نعم اسمح لي. نعم. لكن لما شعرنا أن هؤلاء استطاعوا أن مشروعهم بدأ يتوسع ولم يكتفوا بالمحافظة الجنوبية، شعرنا بأن المشروع الإيراني يريد لا يريد تشيع الجنوب فقط، وإنما يريد إيش؟ ابتلاع العراق ككل. لهذا ارتأيتم موضوع، ولذلك قلنا أن مشروع الأقاليم الآن أصبح ضرورة. من أجل إيش؟ من أجل المحافظة على أول شيء عقيدتنا، ثرواتنا الاقتصادية، عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية، كي يكون سدا منيعا بين، ألا أقول الهلال الشيعي الذي قال عنه الملك عبد الله الثاني في الأردن حتحدث عنه عام 2005 الهلال الشيعي، وإنما يكون سدا منيعا بين الطوق الشيعي، هذا الهلال تحول طيب إلى طوق شيعي. طيب دكتور، شنو الثروات اللي موجودة بالأنبار؟ لأن إذا هي 85% من ميزانية العراق كله هو من البصرة، فما هو شنو الثروات اللي عندكم بالأنبار؟ أولا أخي الكريم، أنا لم أعش ذلك العصر، ولكن الكل يعلم أن العراقيين قبل استخراج النفط، استخراج النفط تم في القرن التاسع عشر، في القرن العشرين عفوا، قبل استخراج النفط كيف كانوا يعانون؟ هل كلهم ماتوا من الجوع لأنه لم يكن هناك ثروات نفط؟ في عصر ازدهار الدولة العباسية كانت تعداد العراق 30 مليون نسمة، ولم يكن لديهم لا نفط ولا غير نفط. هذا أولا. ثانيا، لدينا من الدراسات الاقتصادية والجيولوجية تثبت أن الأنبار بفضل الله تعالى لديها من الخيرات ما يسد حاجتها، ولديها من الاحتياط من النفط ما يفوق كثير من هذه المحافظات. أنا على سبيل المثال عندنا مشروع عكاز، هناك دراسة تقول أن مشروع عكاز بوضعه الحالي إذا تم استثماره يكفي لمحافظة الأنبار لمدة 29 عام. أولا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح علينا. هناك قبل سقوط النظام أظن في أواخر التسعينات اكتشف حقل للنفط يمتد من النخيب وحتى صحراء السماوة، كلها في ضمن محافظة الأنبار. طيب الآن، ولذلك الآن اسمح لي، عندما يطالب الكربلاء بالنخيب ليس لحبا كما يقول بعض حتى يكون بوابة السعودية تحت سيطرة، لا أخي، لأنهم يعلمون بأن هناك ثروة اقتصادية في هذا المكان فيريدون أن يحرموا منه أهل الأنبار. إذن المطالبات بالنخيب هي ليست ليس لسواد السعودية ولا لكي يكون هو منفذهم الوحيد إلى السعودية أو تطويق السعودية. السبب هناك ثروة اقتصادية في هذا المكان يريدون أن لا يحرموا منه أهل الأنبار. طيب، ولذلك أنا أقول والله سنكون نحن وأبناؤنا وأحفادنا مشاريع استشهاد دون أن نتنازل عن شبر من إقليم الأنبار أو من محافظة الأنبار. طيب أنتم تفكرون الآن بإقليم الأنبار؟ نعم. إقليم الأنبار، نعم. شلون راح تتعاملون مع تنظيم الدولة أو الدولة الإسلامية أو داعش أو سميها ما شئت، شلون راح تتعاملون وياه؟ هو الآن يسيطر على في الأنبار 10 أقضية في الأنبار، 90% من الأنبار تحت سيطرة داعش. نعم. طيب شلون راح تتعاملون وياه؟ قبل أن أجيبك على سؤالك، عندما أعلننا فكرة إقليم الأنبار خرجت حنان الفتلاوي وقالت خليهم يدون إقليم، أعطوهم إقليم، ولكن ليس هناك استعداد أنتم أهل البصرة لأبناء المحافظات الجنوبية أن يعطوا خيرات أرضهم لمحافظات تقتل أبناء تلك المحافظات، يقصدون بنا الأنبار، إحنا نقتل أبناء البصرة.
فأجبتها نعم نحن مستعدون أن نقيم نعلن عن الإقليم ولدينا اكتفاء ذاتي لهذا الإقليم، ولكن يجب أن تعلم حنان وغير حنان أنه سوف يصبح برميل الماء من الفرات مقابل 10 براميل من نفطنا في الجنوب. معادلة مخيفة. هذا هو الموجود. نعم. كون الفرات يمر من الفرات هو ملك لجميع العراقيين. طيب الآن. ولكن إذا حرمنا من حقوقنا في الجنوب ليس أمامنا. طيب. إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حية المضطر إلا ركوبها. طيب كيف راح تتعاملون مع تنظيم الدولة في الإقليم، موضوع الإقليم؟ أخي لا، بالنسبة لتنظيم الدولة أنا دائما أقول إذا كان التحالف الدولي وإذا كانت الحكومة جادة في ملاحقة داعش فإن أبناء الأنبار وأبناء المحافظة الستة لديهم القدرة لملاحقة داعش. شلون؟ ولكن بشرطين. ما الشرط هما؟ الأول. نعم. وهذا أنا كنت أمس في إحدى القنوات ودائما أكرره، أن تتم ملاحقة الميليشيات بنفس الطريقة التي تتم بها ملاحقة داعش. التحالف الدولي جاي يلاحق داعش، نحن معه لأن هذا إرهابي يهدده، ولكن بنفس الوقت التحالف الدولي لاحق الميليشيات. طيب دكتور محلي. دكتور ثانيا نعم. نعم. أن يكون هناك ضمان دولي، ربما يقول لك أستاذ مسعود، ربما يقول حقيقة هناك عندنا تجارب مريرة مع هذه الحكومة. وشنو الضمان الدولي؟ ضمان دولي لحقوقنا الـ14، هذه حقوقنا، من يضمننا؟ أنا باكر جيت طلعت داعش و2006 و2007 طلعنا القاعدة وجاء مقام يذبح بينا المالكي، من طيب يضمن؟ طيب دكتور احنا شلون هم راح موضوع انه اذا طل تنظيم الدوله لازم يطاردون الميليشيات. طيب اذا هي الميليشيات هم قاعد يدزون الميليشيات الانبار وقاعد يدزون الميليشيات صلاح الدين هي تقاتل، ولذلك شلون راح يقضون عليهم؟ اذا كانوا جادين فنحن مستعدون، ابناء المحافظات مستعدون اذا ضم بعد هذين الشرطين مستعدون لملاحقه داعش بعد ان يتم دعمهم تسليحهم تسليح عسكري، دعمهم دعم لوجستي، إذا عجزوا على عن ذلك طبعا إضافة إلى غطاء الجوي، إذا عجزوا على ذلك واحتاجوا لقوة برية فنحن طرحنا ثوار عشائر أن يمكن الاستعانة بقوة عربية. أنا أعتقد وإذا بالحكومة العراقية تقوم الدولة تقعدها كيف يجيبوا قوة أجنبية؟ فقلت لهم بالحرف الواحد، لماذا عندما يدخل قاسم سليماني ويرقص رقصته الشهيرة في أرملي هذا حق مشروع يدافع عن المذهب، لكن أنا وعندما نطلب قوة عربية والقوة العربية هم رفضوا لأن طرف العرب ما بهم خير، لكنه فقط مجرد أن طلبنا قوة عربية أقاموا الدنيا ولم يقعدوا. طيب دكتور أنت تعتقد الآن أن أمريكا تضحي بحليف لها الآن الميليشيات التي تقاتل بجنب التحالف، تعتقد أن أمريكا تضحي بحليف إلها مقابل أن تعطي حقوق للسنة أو تعطي إقليم للأنبار أو أن السنة تعيش في أمان؟ أخي تعتقد أن أمريكا تضحي؟ أمريكا الآن تشعر بخطر داعش وتبحث عمن يعينها أو من يدفع الخطر داعش عنها. وأنا قبل 3 أيام التقيت على قناة سكاي نيوز وكان معي ضيف من الكويت وقال أنا جئت أمس من أمريكا، أستاذ العلوم السياسي في جامعة الكويت، قال أمريكا الشغل الشاغل في أمريكا هو أنه يبحثون عن من يساعدهم على دفع خطر داعش، والولايات المتحدة والكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي كلهم مقتنعون أنه لا يمكنهم الخلاص من داعش إلا بالاستعانة بالقبائل العربية السنية. طيب طيب أنت ذكرت موضوع ثوار العشائر. لا. ثوار العشائر هم نفسهم الآن اللي يقاتلون بجانب تنظيم الدولة ويقاتلون، هم نفسهم ولا غيرهم؟ العشائر نحن المصطلح الآن اللي عند الناس. لا أخي احنا في بعض القنوات تقول ثوار بغداد، ثوار الأنبار، ثوار ما أعرف أي منطقة، قاموا كذا، عملوا كذا، صحيح ولا أخي لا؟ اسمح لي، كان ثوار العشائر كان نشاطهم من يوم فض ساحة الأنبار واعتقال النائب العلواني وحتى يوم 15/6 كان لهم حضور في الساحة، ولكن عندما بدأت داعش ترتكب بعض الجرائم بحق الأخوة النصارى في الموصل وقامت بالاعتداء على بعض المساجد وتفجير بعض المساجد في الموصل وقامت بالاعتداء على اليزيديين أصدرنا بيان
وكنا نحن كثوار عشائر أوقفنا الجناح العسكري، جبدنا الجناح العسكري. يعني الآن ماكو ثوار عشائر. أنا البارحة قارئ على أحد القنوات ثوار بغداد يقومون بمهاجمة معرفة. أنا أتكلم عن ثوار العشائر التابعين للشيخ علي حاتم على سليمان. في ثوار عشائر الآن غير مجلس ثوار العشائر الذي يقوده الشيخ حاتم على سليمان، أوقف الجناح العسكري، جمد الجناح العسكري منذ يوم 15/6. لماذا؟ قلنا كي لا تختلط الأوراق. طيب شيخ رافع، من يخلط بيننا وبين داعش. طيب شيخ رافع المشحن الجميلي مو ينتمي إلى ثوار العشائر؟ والله الرجل أنا أهدي به إلى يوم 15/6 كان مع ثوار العشائر، ولكن يبدو بعد أن حصلت المعركة المشهورة بين داعش وبين جيش المجاهدين في القرمة، يبدو أن الشيخ رافع تعرض لضغوط، ولا أدري كيف أصبح حاله الآن أو ما هو مصيره الآن. يعني الآن ثوار العشائر، الآن لا يوجد ثوار عشائر حقيقي ينتمي للشيخ إلى مجلس ثوار العشائر. ومن ما رأيك بمن يتحدث في التلفزيون بثوار العشائر وثوار العشائر وقام ثوار عشائر بكذا؟ هل صحيح يتكلم ربما أم أكون هناك شيء بعيد عن الحقيقة؟ ربما أن يكون هناك ثوار عشائر غير مجلس ثوار العشائر اللي يقول. أنا أتكلم عن مجلس ثوار العشائر الذي يقوده الشيخ علي حاتم، جمد العمل من يوم 15/6. طيب فضيلة الشيخ، احنا عندنا دكتور عندنا مواضيع كثيرة، لكن مضطرين أن نأخذ فاصل ونعود لك. أحبتي الكرام، مستمرين معكم في ضيف سامراء مع الدكتور عبد الرزاق الشمري بعد الفاصل. أحبتي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في ضيف سامراء مع الدكتور عبد الرزاق الشمري. فضلت الدكتور، مرحبا بك مرة أخرى. يا مرحبا. بعيدا عن ثوار العشائر، السؤال أنه تنظيم الدولة موجود، شو راح تسوون إقليم؟ هو الآن يسيطر على 90% من الأنبار، كيف؟ ثوار العشائر بعد أن طرح مشروع الحرس الوطني، نحن كثوار العشائر نرفض الحرس الوطني، لا لكونه حرس وطني، وإنما نبحث عن إيجاد حل أو إيجاد قوة دستورية لمواجهة داعش. أنا الآن اسمحني تتحدث لك عن موضوع الحرس الوطني، لكن الحرس الوطني هو حرس ليس له أساس بالدستور، ولذلك لحد لهذه اللحظة يبحثون يحاولون تقديم قانون إلى البرلمان حتى يتم مصدق عليه. بينما قلنا لهم بالنسبة لنا كثوار عشائر هناك قوة دستورية مشروعة، وهي تشكيل قوات خاصة من أبناء هذه المحافظات. وذاك أنا ضد فكرة تسليح أبناء العشائر تسليح فوضوي، أنا أدعو إلى تسليح أبناء العشائر من هذه المحافظات يتم على شكل عسكري، لأن على شكل فرق عسكرية خاصة بكل محافظة من هذه المحافظات، لتكون هذه القوة بعد خروج داعش من هذه المحافظات تكون هي نواة لحرس الإقليم. فإحنا ليش نبحث عن حرس عن حرس الوطني الذي لا أساس له في الدستور، وهناك عندنا مادة دستورية تدل على تعطي لهذه المحافظات حق تشكيل حرس إقليم؟ يعني الآن أنت ضد موضوع تشكيل الحرس الوطني وضد موضوع تسليح العشائر؟ مو تسليحها تسليحا فوضويا، أما تسليحها على شكل تسليح منظم عسكري خاص أن أبناء هذه المحافظات، كل هذه معظم هذه المحافظات لديهم من الكفاءات العسكرية من الضباط والقادة ما يمكنهم من تأهيل أو تدريب هذه القوة التي تشكل من أبناء العشائر خلال أسبوعين أو شهر. أنا عجبتني كلمة التسليح الفوضوي، لأنه مشكلة أنه الآن بعد ملفات الفساد وجد أن أغلب السلاح الذي تعطيه الحكومة للعشائر يجدونه في الأسواق في السوق السوداء. ولذلك أنا أقول عندما شكل ما يسمى بالحشد الشعبي، كونه تسليح فوضوي، ما الذي حصل في المدن التي تم خروج داعش منها من قبل الحشد الشعبي؟ حصلت عملية انتقام،
بعملية تطهير طائفي وعرقي في الصفجر، في الصخر، في جلولاء، في السعودية، في حزام بغداد، في اليوسفية، عملية تطهير. ليش؟ لأنه التسليح فوضوي، لكن عندما يكون هناك تسليح منظم على شكل فراق عسكرية، الأنبار ممكن نحتاج إلى فرقتين أو ثلاثة من أبناء المحافظات، ولدينا من الكفاءات من رتبة ملازم إلى رتبة لواء ركن، لديهم قدرة، ولدينا من الإمكانيات المادية نفتح أكاديمية عسكرية خلال شهر أو شهرين، خرج قادة جدد حتى يكون سلاح منظم منضبط. يعني الآن في حال تم تسليح العشات تسليح نظامي وموضوع الإقليم أو حرس الإقليم، هل هذه الفكرة يعني بهذه الحالة تكونون مستعدون لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية؟ قلت نعم، إذا تم الالتزام بالشرطين، أن يتم ملاحقة الميليشيات من قبل التحالف والحكومة كما تلاحق داعش، وأن يكون هناك ضمان دولي لحقوقنا بعد خروج داعش. طيب هم الآن بعيدا عن هذا الموضوع، من هم الآن تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش أو يعني هذه الأسماء في الأنبار؟ يعني هم أعتقد 50% هم من أهل الأنبار، ما تعتقد هذا شيء؟ أخي الكريم، عندما بدأت أحداث الموصل أنا خرجت على قناة البغدادية بعد يومين أو ثلاثة وقلت الذي حدث في الموصل، ولا زلت أقول وحتى في قناة السومرية قبل شهرين، شهر أو شهر ونص، قلت في بداية أحداث الموصل لم تكن داعش تشكل أكثر من نسبة 5%، وأدخلها المالكي كي تكون مبررا لإعلان حالة الطوارئ حتى يستمر في رأس الوزراء. طيب دكتور، ولكن اسمح لي، نتيجة لاستمرار الحكومة في سياستها، نتيجة للعمليات التي قامت بها الحكومة في عمليات القصف العشوائي والبرابيل في المدن السنية، هذه هي التي أوجدت حاضنة لداعش. إذن أنا هذا اللي ردت أقوله، إذن أن سياسة الحكومة الخاطئة هي السبب في دعشنة الشباب. نعم، هي التي أوجدت حاضنة داعش، ليست لها حاضنة. وأنا أقول لا زال الأمر فيه مجال، فيه سعة، إذا استطاع التحالف الدولي أن يلبي لنا شروطنا ويقوم بتسليح هذه العشائر أبناء العش تسليحا نظاميا، ولكن ليست له علاقة بالحكومة المركزية، باستطاعة أبناء هذه المحافظة أن يتخلصوا من داعش خلال لا أقول أسابيع وإنما خلال أشهر بضعة. طيب إحنا بعيدا عن موضوع التسليح والحرس الوطني وكذا، قضية النائب أحمد العلواني، وكنت أنت من المقربين من النائب أحمد العلواني، أين وصلت؟ سريعا لأن الوقت يداهمنا. والله أنا حقيقة آخر المعلومات أنه بعد اجتماع الرئاسات الثلاثة أنه جرت هناك عمليات تسوية بين أبناء العشائر وخاصة عشت بعلوان والحكومة المركزية، ويبدو أن الحكم يعني إما سيعاد النظر به أو ربما قد رفع الحكم الذي صدر بداية. لقيتم وعود حقيقية وضمانات أم هي وعود كاذبة وكلام فاضي مثل اللي قبله؟ بصراحة تلقيتم شيء؟ لا، مهم أخي، أنا أحد الأسباب التي أثارت قضية العلوان في هذا الوقت، قلت في نفس اليوم، قلت أنه الحكومة يبدو أنه بتوجيه من إيران أرادت أن تستخدم العلواني ورقة ضغط على أبناء العشائر، إما تقاتل داعش وإما نعدم العلوان. لما شعروا أن خاصة البعلوان حقيقة الآن لهم دور في الأنبار، شعروا أن العشائر وما ليس البعلوان فقط، وأن حتى العشائر كانت تقاتل داعش، بدأت صارت عندها ردة فعل الحكومة. البعض يلقي باللوم على صالح المطلق بأنه هو السبب، أقام دعوة ضد أحمد العلواني وهو كان السبب في اعتقال أحمد العلواني، صحيح هذا الكلام؟ والله أخي أنا حقيقة هذا الموضوع أظن يعني أنا لست من مدافع عن صالح المطلق، وإنما أنا الكل يعلم أن أحمد العلواني أنا قضيتي وقضيته واحدة. نعم، في بداية الأمر عندما الكل في ذات عندما جاء صالح المطلق إلى الأنبار وتعرض ما تعرض له، ربما قد يكون قدم مذكرات في ذلك الوقت وكان يستهدف الساحة، ولكن أظن أن في نهاية في أيام اعتقال أحمد العلواني لم يكن هو السبب، وإنما إذا تذكرون في آخر جمعة في الليلة التي اعتقل فيها العلواني خرج المالكي بنفس اليوم قال ستكون هذه الجمعة هي آخر جمعة في ساحات الاعتصام. طيب ولكن ربما نثير هذا
أراد أن يوسع الشق أو يوجد خلاف في داخل سياسيين بين أبناء المحافظة. طيب أنا نعم اسمح لي، أما المذكرات التي عرضت على الإنترنت بالنسبة لصالح المطلق أنا ربما قد تكون صحيحة، ولكنها قد تكون عندما تعرض للحالة التي تعرض لها في بداية الاعتصامات. طيب أنا أعود إلى موضوع، أنتم خرجتم في صحة الاعتصام ضد حكومة المالك، وتنظيم الدولة الإسلامية الآن هو يقاتل أيضا ضد المالكي كان، فما أنتم ما كان في بياناتكم تقارب في الأهداف؟ والله يا أخي الآن الآن أنتم ضد الحشد الشعبي والميليشيات بالتأكيد، وتنظيم الدولة الآن يقاتل الحشد الشعبي والميليشيات، فأكو تقارب بيناتكم بوجهات النظر؟ ما قدرتوا فد يوم تجلسون وياهم مثلا؟ أولا أخي الكريم، المشروع الذي خرجنا به هو مشروع سلمي، ومشروع داعش أو الدولة الإسلامية أو سميها ما شئت تعتمد على النظام الجهادي، قائمة على نظام الجهادي. فأتصور حتى إذا التقينا في الأهداف بيننا وبينهم خلاف في الوسائل. طيب الحراك الشعبي لكم يد في تقديم العون للنازحين، خصوصا أنتم الآن تعرف وضع النازحين ماديا. نحن ليس لدينا إمكانية مادية، ولكن أنا أتكلم عن طوال عشر، إما اليوم غدا أظن أو بعد غد سوف يصدر بيان من طوال عشر باسم الشيخ علي حاتم. أول بنوده، والمفروض ما علي عنه، أول بنوده مطالبة الحكومة المركزية بتحويل المخصصات الخاصة بالأقاليم على شكل نقدي توزع مع البطاقة التموينية للنازحين في المحافظات الأخرى. طيب البعض يتهمك بأنك استغليت الحراك أو ساحة الاعتصام للترويج للدعايات الانتخابية، كثير أنا سمعت من هذا الكلام، ماذا تقول عنه؟ كأنك روجت لي قائمة من القوائم بدون ذكر أسماء، روجت لي أشخاص. أنا بفضل الله تعالى لم أرشح للانتخابات. لا مو أنت، لكن روجت لأشخاص لقائمة معينة. اسمح لي، نعم أنا أعرف أنت تقصد بقائمة كراما. احنا بدون، وأنا بعد اعتقال العلواني، نعم أنا كنت قبل اعتقال العلواني كنت من الداعمين لهذه القائمة. ليش؟ لأنني كنت أعتبرها سوف تأتي بوجوه جديدة، هذه الوجوه وتخدم الشارع السني، هذه أو البيت الوجوه السني من الساحات نفسها، وستكون هذه الوجوه هي من تمثل مشروع السني في البرلمان. ولكن بعد اعتقال العلواني أنا نصحت رئيس القائم وهو حي يرزق، قلت لهم لو كان الأمر بيدي لانسحبنا من الانتخابات. يعني أنت ما استغليت موضوع الساحات الداخلية. وأنا خرجت، طيب اسمح لي، في نفس الأسبوع الذي اعتقل فيه العلواني صدرت بيان وقلت إذا يجب على جميع الكتل السنية، إذا لم يتم تنفيذ مطالب 14 يجب عليهم مقاطعة الانتخابات. طيب أحمد خلف الدريمي ألم يأتي من ساحة الاعتصام وهو علاقته ويا المالكي جيدة جدا؟ أحمد الخلف الدريمي أسأل الله أن يشافيه، الحقيقة هو كان زميلي ورفيقي في أيام الساحات، وأنا أكون له كل التقدير والاحترام، ولكن يبدو أن بعد أن استلم المنصب الرسمي ولست أدري ماذا يجري خلف الكواليس، يبدو إما أنه تعرض لضغوط خارج إرادته، وإما أنه في وجهة نظره أن هذا هو مشروعه، هو رجل أنه داعش يرفضها به. طيب ربما يصور أنه هذا هو المشروع الذي يمكنه من خلاله الحاق أو إخراج داعش من الأنبار التي كانت لم تكن في المدن، كانت في صحراء الأنبار، فربما ظن منه اجتهد، والمجتهدون أصاب له أجران وإلا أخطأ له أجر واحد. بكلمات ماذا تريدون من حكومة العبادي؟ هل وصلتم إلى حل معها؟ هل حاولتم الجلوس معها؟ أو هل جلستم أساسا مع حكومة العبادي؟ لم يتم أي لقاء مباشر بيننا وبين حكومة العبادي لحد الآن. إذن تم لقاء غير مباشر؟ ولا غير مباشر، هذه واحد الأمر. ربما جاءنا بعض السياسيين السنة وطرحوا لنا ما هم مشروعكم، لكنه مع الحكومة قبل تشكيل حكومة العبادي، لكن بعد التشكيل لم يتم أي لقاء، هذا أولا. ماذا نريد من العبادي؟ أمران، الأمر الأول أن يكون حازما في قراراته،
الأمر الثاني وهو الآن حازما في قراراته أخي المؤسسة الحكومية قراراته جيدة ولكنه يبدو أنه مسلوب الإرادة. من يعني يتحكم به برأيك؟ أنا قلت الرجل استلم الحكم وهناك تبعات ثقيلة لا يمكنه معالجة الوضع في يوم وليلة، لا بد أن نعطيه فرصة. يعني توقع في قادم الأيام سيقدم شيء؟ أنا الذي أخشى أنا تحصلون معه لا نتيجة. أنا من خلال تقييمي لحد الآن عبادي خطواته جيدة وإن كانت مسلوبة الإرادة، ولكن الذي أخشى أنه ما بعد خروج داعش أن يكرر نفس الخطأ الذي وقع فيه المالكي. المالكي أيضا في أيام القاعدة كان هينا لينا وقام بضرب العصائب، ولكن بعد خروج داعش على يد محافظة الأنبار وعشائر سنية انقلب عليه. نعم. هذا هو الذي نخشى. والعصائب تنفذت في كل الحكومة، دخلت البرلمان. طيب سريعا، ما هي علاقتك بخميس الخنجر؟ خميس الخنجر علاقتي به شخصية منذ عام 1973 عندما كنت طالبا في المدرسة الدينية الفلوجة، وكان في ذلك الوقت هو شاب عمره ما يتجاوز 9 سنوات أو 10 سنوات، كان يأتينا بالطعام أنا وابن خاله الدكتور إسماعيل كاظم اللواص هو والدكتور عبد الستار اللواص. من ذلك الوقت تربطني به علاقة شخصية. يعني علاقتك شخصية أبدا، ليس علاقة حزبية أو انتمائية أو، لكنه قدرا عندما جاءت الساحات والرجل كان له متفوق كل أشد ذلك، كان له الباع الأطول الطويل في دعم الساحات. حقيقة أنا سرت عندما جد أن هذا الرجل، أنا التقيت به في أيام الهيئة كان أيضا مع الشيخ حارث، لكن لما جاء وجد أن هذا المشروع هو الدعم الأول له يعني أسرني ذلك. طيب جيش العزة والكرامة أين اختفى؟ سريعا الوقت. والله أخي جيش العزة والكرامة الفكرة نشأت في ساحات الاعتصام، وأظن أنه والحمد لله لا زال هناك موجود، ولكن حقيقة أثره غير واضح. أسئلة سريعة، من هو عبد الرزاق الشمري بكلمتين؟ الآن أم سابقا؟ الآن. عبد الرزاق الشمري الآن مسؤول العلاقات الخارجية في الوزارة الشعبية. صف مشاعرك، صف نفسك بكلمتين حصريا. عبد الرزاق الشمري خادم لأي سني في العراق. أمنيتك في الحياة كلمتين. أمنيتي أن تعود يا أهل السنة حقوقهم المغتصبة. مدينة هيث ماذا تعني لك؟ مدينتي هي التي عشت في مسقط رأسي وهي التي رضعت حليبها. تتوقع أن الحراك حقق بعضا من أهدافه أم كان وبالا على أهل السنة؟ حققت 75% من أهدافه وهي الأهداف الثلاثة التي ذكرناها. شكرا لك دكتور على هذا اللقاء الجميل، وإن شاء الله توعدنا بحلقات أو لقاءات قادمة إن شاء الله. أحبتي الكرام، باسمكم نشكر فضيلة الدكتور عبد الرزاق الشمري الأستاذ والدكتور في الاقتصاد الإسلامي وفي العلوم السياسية ومدير العلاقات في الحراك الشعبي، وكذلك عضو الأمانة العامة لإقليم الأنبار. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. من ضيف سامراء نلقاكم على خير مع ضيف مميز في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.